القداسة في حياتنا عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور، الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. وقد أثر الحلقة الأب فرح حجازين كاهن رعية رميمين للاتين من خلال عرضه الموجز لماهية القداسة في اللغة واللاهوت، عارضا أهم المحطات على طريق القداسة. في يوم الأيام شاب إجى عند يسوع وسأله: يا رب، ماذا يجب أن نعمل لكي أرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: احفظ الوصايا حتى أرث الحياة الأبدية، يعني حتى أكون قديس. فقديس وقداس نحاول نفهم أول شيء معنى الكلمة، ثم نشوف الدعوة إلى القداسة والطريق إلى القداسة وخبر اللي بأكد هذا المعنى. أولا معنى الكلمة، كلمة القداسة كلمة سامية تعني القطع أو الفصل المنفصل عن الاستعمال العادي. فالأشياء المقدسة والأماكن المقدسة هي أمور لا يستعملها الإنسان إلا بشروط خاصة للطهارة الطقسية وليس للاستعمال اليومي، وتثير خوف ورهبة في الإنسان أمامها. هذا هو المعنى السلبي. لكن المعنى الإيجابي هو الرجوع إلى الله مصدر القداسة، هي أن يدخل الإنسان في علاقة محبة مع الله الذي هو القداسة بالذات. كلمة قديس في العهد القديم يندر وجود لفظ قديس بمعناه المطلق، والمقصود بكلمة قديس مختاري الله في الأزمنة الأخيرة. وفي العهد الجديد أطلق اسم قديسين على المسيحيين أولا الذين حل عليهم الروح القدس، ثم امتد ليشمل المسيحيين في اليهودية ثم جميع المسيحيين. هذه القداسة إذن تتطلب منهم أن يقطعوا أولا كل صلة بالخطيئة والتصرفات الوثنية. هذا المعنى السلبي. أما المعنى الإيجابي أن يحل فينا المسيح بمحبته، أو كما يقول قديس بولس: أن يستولي علينا المسيح فنشاركه في ألامه وموته فنستحق معه القيامة من بين الأموات. القداسة أمر واجب، كونوا قديسين كما أن أباكم السماء هو قدوس، وليس بمجرد نصيحة. القداسة أمر ممكن، هذا ما تؤكده سيرة جميع القديسين الذين هم في السماء، أمثال المجدلية، السامرية، القديس أغسطينوس، القديس أنطونيوس، القديس يوحنا الدراسال وما شابه ذلك. القداسة أصول، أولا التوبة، إن لم تتوبوا تهلكوا بأجمعكم، لأننا جميعا خطأ، ومن ادعى عكس ذلك فقد جعل الله كاذبا، هكذا يقول لنا القديس يوحنا. الممارسة، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات. المحبة، من أحب الله أحب أخاه أيضا، من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة، يقول لنا القديس يوحنا الحبيب. إذن محبة الله والقريب هي التي تميز تلميذ المسيح الحقيقي. فالمؤمنون بالمسيح كلهم مدعوون إلى أن يتبعوا قداسة، أن يتتبعوا قداسة حياتهم. الدعوة إلى القداسة، إن الذين يتبعون المسيح وقد دعاهم الله أصبحوا حقا بمعمودية الإيمان أبناء الله وشركاء الطبيعة الإلهية، وبالتالي قديسين حقا. إذن عليهم أن يحافظوا في حياتهم بنعمة الله على هذه القداسة التي نالوها. فالرسول يحطهم على العيش كما يليق بالقديسين في أفسس 5:3، وأن يلبسوا كما يليق بمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء الرحمة واللطف والتواضع والوداعة والأناة، وأن يحملوا ثمار الروح لتقديسهم. إن الدعوة إلى القداسة موجهة إلى كل الذين يؤمنون بالمسيح أيا كان وضعهم أو شكل حياتهم. فعلى المؤمنين أن يجتهدوا بكل قواهم على مقدار عطية المسيح أن يحصلوا على هذا الكمال وعلى هذه القداسة. الطريق إلى القداسة، عندما جاء السيد المسيح أكد هذه الحقيقة، أن لن يدخل مجده قبل أن يعاني ألاما شديدة هو القائل. أما كان يجب على المسيح أن يعاني تلك الألام قبل أن يدخل مجده؟ لكن التلاميذ لم يفهموا ذلك ولم يريدوا أن يفهموا ذلك، كما نحن اليوم لا نريد أن نفهم ذلك، أي أن يكون طريق المجد هو طريق الصليب. احتد بطرس واعترض على هذا الأسلوب ورفض أن يتألم معلمه قائلا: حاش لك يا رب أن يصيبك هذا.
فانتهره يسوع قائلا: اذهب عني يا شيطان، فأنت لي حجر عثرة، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. وبعد ذلك بيّن يسوع أن طريقه ستكون طريق تلميذه أيضا، طريق كل من أراد أن يتبعه، قائلا: من أراد أن يتبعني فليذهب في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وأما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها، لأن التلميذ ليس أفضل من معلمه. فهم القديسون هذه الحقيقة، وهي كما أن المسيح أحبهم حتى مات من أجلهم، هكذا أحب يسوع حتى الموت من أجله بحياة قداسة. فهم القديس بولس هذه الحقيقة فأنشد يقول: من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع؟ أم عري أم خطر أم سيف؟ إني واثق بأنه لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا أصحاب القدرة العلوية ولا السفلية ولا خليقة أخرى ولا شيء بوسعه أن يفصلنا عن محبة الله لنا. هذا ما جعل القديس لويس يقول: خلقت للسماء ولا أريد عن السماء بديلا. القديس فرانسيس الأسيزي كان يقول: ما أحقرك أيتها الأرض لما أتأمل في السماء. والقديس لويس غونزاغا كان يقول: اسكت أيتها الشهوات. كما استضاف البرنامج المونسنيور غازي خوري كاهن رعية مار شربل في عمان، والذي تحتفل كنيسته بعيد القديس مارمارون الذي ينسب إليه المسيحيون الموارنة، حيث أوضح بلغة القداسة كيفية التعبير عنها بالحياة اليومية، وذلك بمناسبة عيد القديس مارمارون. فإلى هناك، بوقتها بأيام مارمارون كانت الكنيسة الانطاقية، البطريركية الانطاقية، وهو كان جزء من البطريركية الانطاقية، وكان كرس حياته حتى يقدر يحول العالم الوثني لعالم مسيحي. فاختلى بربه مش لا يهرب من الإنسان، بالعكس، لحتى يقدر يرتقي ويساعد الآخرين إلى الارتقاء. ومرمرون فتح للشرق وللعالم الشرق العربي وغير العربي والسرياني واليوناني اللي كان موجود فيه، فتح له آفاق من البعد النسكي والبعد الرعوي. هو بحياته عاش البعد الصليب الأفقي والعمودي. كان يختلي لربه، وقت يرتقي باختلائه لربه يجذب إليه كتير من الناس. بحاجة لمين يعزيهم، لمين يقويهم، لمين يعطيهم، لمين يفهمهم ويسمعهم، ولمين يغير حياتهم. اليوم بقى أنا بدي أخذ مثل الطبيب والمهندس والعالم بالاقتصاد والهيدا، لا يقدر يساعد الناس، ألا يجب أن يتعلم ويخلو بذاته في علم الاقتصاد وعلم المحاماة وعلم الهندسة لحتى الوقت يجوا الناس يعتزوا يقدر يعطيهم؟ وهكذا القديس عليه أنه بالدرجة الأولى يخلد إلى الصلاة، يخلد إلى الحياة الداخلية، يخلد إلى العلاقة الحميمية والقوية مع الله ليقدر يعطي غيره. لأنه إذا كان عايش مع الناس أرض مثل الناس فقط، فبيصير مثلهم، ما بيقدر يعطيهم شيء. شو بده يقدر يعطيهم جديد زيادة؟ بده يقدر يكتشف كنه الخلق الحقيقي، كنه عالم الإنسان، كنه هالعبقرية وهالقوة وهالتنظيم بخلق الكون وخلق الإنسان، ويقدر يفوت بهالعالم هذا، يغتني منه وينمى فيه ويطلع فيه، حتى يقدر يرجع لعند الإنسان ويوعي للإنسان ويسني عند حياته الأرضية بدون الله، ويرجعه للحياة الأرضية مع الله.